نظمت مجموعات من الثوار أو من الحراك الشعبي اللبناني احتفالا في ساحة الشهداء تحت عنوان يوم الإبداع اللبناني بمشاركة عدد كبير من الفنانين وبحضور مواطنين قدموا من كافة المناطق اللبنانية. واستعرض الفنانون رسومات ولوحات وأعمالا فنية أراد منظمو المهرجان من خلالها إعادة إحياء هذا الحراك الشعبي أو الثورة من خلال الفن. إلى ساحة شهدت مواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية عاد الفرح. هنا في ساحة الشهداء كان حراك فني في اليوم اللبناني للإبداع. عشرات الفنانين من حول العالم شاركوا رسومات ولوحات وأعمالا فنية تحاكي الحراك وأهدافه. من شهر وقت ما كانت يعني شوية كان في اضطرابات شوية مواجهات عنيفة، نحن قلنا أنه هيدا مش وجه لبنان ومش وجه بيروت، وحبينا نعطي فرصة للفنانين ولكل اللي بيحبوا يعبروا بطريقة تانية بطريقة مختلفة. طغى العلم اللبناني على الأعمال الفنية ومعه مزيج من رسومات لشهداء قادوا في الحراك وأخرى توحي بأمل قادم. أما بعض الأعمال فبقيت مجهولة المعنى إلى أن تستمع لصاحب الفكرة. هيدا ماي بروجكت بيعبر على لبنان وعن واقعه، لبنان محجوز، لبنان محبوس من خلال الأحزاب السياسية اللي خانقته وعم تتحكم فيه. وللمآسي أعمالها أيضا. هنا مجسم لنهر حصد والأمراض المنبعثة منه عشرات الضحايا. إجا مشروع اليوم الإبداع اللبناني ونحن حبينا نشارك فيه بفكرة عن الليطاني، عن لننقل فكرة التلوث الليطاني ومعاناتنا مع الليطاني لحتى نعالج هذه المشكلة بملف الفساد بالليطاني، إن كان اللي وصل للتلوث ولا إن كان لهلأ بفكرة المعالجة اللي هلأ الدولة ما عم تعالج شيء. هكذا هو المشهد إذن. عادت الحركة إلى ساحات الحرية ليست بالمولوتوف ولا الغازات المسيلة للدموع هذه المرة، إنما بريشة فنان. الفن ثورة يقولون هنا، ومن الفن يريد المنظمون والمشاركون والحاضرون إعادة إحياء الثورة. علي رباح، التلفزيون العربي، بيروت.